متابعي قناه فاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج كازا سيتي. احنا الان تنتواجدوا في عماله مقاطعه مولاي رشيد، وبالضبط في مقاطعه مولاي رشيد مدينه الدار البيضاء، يعني من اجل مناقشه القضايا الكبرى اللي تتعرف هذه المقاطعه، وعلاش مقاطعه مولاي رشيد ما قدرش تخرج من عباءه الماضي. نستضيف في هذه الحلقه هذه السي الحسين المطروف، رئيس الرابطه الوطنيه للمواطنه واحد المهتمين بشؤون مقاطعه مولاي رشيد. السي الحسين مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناه انفاس. السي الحسين، مقاطعه مولاي رشيد تعاقبوا عليها مجموعه من رؤساء المقاطعات وايضا مجموعه من العمال، ولكن رغم ذلك ما قدرش تخرج من عباءه الماضي. في الاعتقاد ديالك علاش المقاطعه ما قدرش تحل المشاكل ديالها؟ بالنسبه لنا هنا في منطقه مولاي رشيد، واحد الركود منذ سنه 1992، منذ الظاهر ديال التاسيس ديال المقاطعه وديال العماله، لان من قبل كانت جماعه سيدي عثمان هي اللي كانت تابع لها التراب ديال مولاي رشيد، كانوا فيها مشاريع، داروا فيها مشاريع هما اللي توقفوا الى حد هذه الساعه هذه. كان دار المركب الثقافي ديال مولاي رشيد، دار التيران ديال الملعب ديال مولاي رشيد، دار واحد المجموعه من المرافق الاجتماعيه من ضمنهم نية الخيريه اللي هي كتعرف من بعد الاستقلال ما كاينش خيريه وحده اللي تاسست، هي هذه الخيريه ديال الحي السدري اللي كاينه في حي السدري. هنايا بقينا حنا دابا كنعيشوا هاد الفتره من تاسست الجامعه ديال مولاي رشيد، ما كاينش شي حاجه اللي تزادت، ضافت شي اضافه تزادت المنطقه اللهم المضاربات العقاريه، لانه هنا كانت واحد المجموعه ديال الاراضي اللي هي كانت تابعه للاملاك المخزنيه تم تفويتها للمنعشين العقاريين، وحتى بالنسبه للتصميمتيه ما راعاش المرافق الاجتماعيه باش كيخليها. حنا كنعرفوا المنطقه كتفتقد الى الاسواق النموذجيه، ما كاينش سوق نموذجي على الصعيد العماله كلها، اللهم الا كان ذوك الاسواق اللي كانوا عشوائيين اللي هما باقي لحد الساعه ما دخلوهمش للتصميمتيه باش يتم الهيكله ديالهم ويتم بشكل يليق بالمنطقه. البعض يقول بان مقاطعه مولاي رشيد وكانها تتعيش خارج مدينه الدار البيضاء، في الوقت اللي تتعرف واحد مجموعه من المقاطعات ديناميه حركيه، ولكن المقاطعه الحركه فيها جامده وايضا باقي تهم على مظاهر البداوه، فرايك علاش؟ كاين تواطؤ بين مع السلطه ديال السلطه المحليه فيما يخص القياد والمقدميه، لان هما اللي كيساهموا في هذا الشيء ديال البناء العشوائي وديال حنا بكري كنشوفوا كلنا كنتمناو يرجع لنا الظاهر ديال 76 في بالنسبه للجماعات المحليه، لان هو الظاهر 76 كان كيعاقب كل واحد اللي هو كيخالف. مثلا كان النشر ديال الحوايج في الازقه ممنوع، وكان ممنوع شي واحد تكون قدامه شي بركه ديال الماء او الازبال، كديك الساعه كان يعرف بالضريبه ديال 100 ريال. الان دابا اصبحنا حنا كنشوفوا واحد الدوله بذلت له واحد المجهود جبار ديال البناء العشوائي، محاربه البناء العشوائي. دابا الانسان الدوله عطاته استفاد، دار سكن لائق، كيجي كينوض كيبني واحد الكوخ في جوار المبنى ديالو، وكيمشي ينوض كيدير ديك البهايم وديرش، ولكن الغريب في الامر انه كاين اللي هو كيطلعهم في الدروج وكيطلعهم حتى للسطح عندهم بقار وبهايم. وثاني حاجه اخرى اللي هي ديال الباعه المتجولين، حتى هما كياخذوا ديك الحاجيات اللي كتوفر لهم التنقل ديالهم وكل شيء باش كيديروا كيبداو كيبيعوا هذا الشيء ديال الخضره ديالهم وداك الشيء، نظرا ان المنطقه كتعاني من واحد المجموعه ديال الشباب اللي هما عاطينين على العمل، مع العلم ان المنطقه فيها حي صناعي وفيها مرافق اللي هي عندها مداخيل. مقاطعه مولاي رشيد تتوفر على اكبر منطقه صناعيه على مستوى مدينه الدار البيضاء، الا ان الشباب تاع المقاطعه ما تيستافدوش من هذه المنطقه الصناعيه، علاش في رايك؟ هاد الشركات مستافدين منهم ناس اللي هما ماشي ولاد المنطقه وما كيسكنوش هنايا، حتى بالنسبه للباعة المتجولين اللي هما قارين دابا في الشوارع وداك الشيء، حتى هما ماشي من ابناء المنطقه،
اللي هما جايين كلهم جايين من عمالات اخرى وجاو هنا. دابا ولات معروفه عندنا هاد العماله انها كيجيو لها من جميع المناطق. حنا الان تتواجدوا بالقرب من سوق المسيره وهو من اعقد الملفات على مستوى مدينه الدار البيضاء، يعني كلما تم الاعتقاد بان الحل قريبا الا وترجعوا سنوات ضوئيه الى الوراء، اشني الاختلالات والعراقيل اللي تتحول دون حل هذا الملف تاع سوق المسيره؟ هذا السوق هذا اللي هو اول سوق اللي كان توضع في المغرب في الدار البيضاء وعلى الصعيد الوطني نيت، لان هو كان يسمى بما يسمى بسوق الخميس. فين كاين حياة ريجينسي دابا وكاين داك كاين الفندق، وحولوا المستعمر الفرنسي إلى كراج علال، ومن كراج علال إلى عرسة بن مسيك، ومن عرسة بن مسيك تم الانتقال ديالو إلى هنا، لأن المستعمر كان كيخلق ليه متاعب، لأن هو كانوا كيساهموا في المقاومة ب 4 دريال ديك الوقت، وجات حتى هنايا وبقاو دابا في العوض يلقاو ليه حل. ما كيجي التصميم تياه كيدوزو كيفوتوا البقاعي المستثمرين العقاريين وكيخليوا هذاك السوق ما كيحلوش ليه المشكل ديالو من ضمن المشاكل اللي هي كاينه. وما كاينش هذا السوق، هذا كاين سوق اخر كيقول له سوق الخشب، ها هو الفوق نتحول من هنايا من المسيره ومن حي السلامه وتحط تما كاين في 87 1987 وما تمش الادراج ديالو في التصميم تيئه. ودابا راه دابا داروا به الاقامات وداروا به كل شيء، وراه باقي لدابا لحد الساعه. والغريب في الامر انه مجهول، من كتمشي للمؤسسه كتقول لهم سوق كذا كيقول لك فين جات السوق. سي حسن، واش مقاطعه مولاي رشيد ما عندهاش اللي ترافع لها داخل مجلس مدينه الدار البيضاء وداخل مجلس جهه الدار البيضاء 16؟ هذا مشكل مطروح وكنا ديما كنتكلموا عليه وكنقولوها بالنسبه لهذوك الاخوان اللي هما كنصوتوا عليهم هنا وكيمشيو لمجلس المدينه اللي هو مركز القرار، كيمشيو لمجلس المدينه وما كينقلوش ذاك الهموم ديالنا والمشاكل ديال المنطقه في مجلس المدينه، حتى ان مجلس المدينه يجهل هذه المقاطعه وما دايرهاش في الحساب وما مدخلهاش للبرنامج ديالها بانه باش يدير شي باديره حول هاد المقاطعه هذه والساكنه ديالها. شكرا جزيلا سي الحسن ومتتبعي قناه انفرس بريس، الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.